السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نور السيد في فيديو جديد. الوحدة مش مجرد كلمة بسيطة جدا في حياة اي حد فينا، ولكن الوحدة معناها كبير جدا. الفرق بين الوحدة دي تكون مفروضة عليك وان الناس اللي في حياتك هم اللي بعدوا عنك واختاروا انك تبقى وحيد، وفرق كبير جدا بانك اخترت الحاجة دي او اخترت الوقت ده انك تعمل فيه حاجة لوحدك. فانك تختار حاجة زي دي انك تعملها لوحدك، فدي مش وحدة خالص. بالعكس، انك هتقعد لوحدك وتعمل حاجة انت بتحبها، او حتى لو مش هتعمل حاجة انت بتحبها، حتى لو هتقعد هتسمع نفسك وهتكتشف نفسك زي ما بيقولوا من اول وجديد. مش بقولك دايما ابعد عن صحابك وابعد عن الناس اللي في حياتك لمجرد انك عايز تقعد لوحدك وتكتشف نفسك زي ما بنقول، ولكن مش كل الناس اللي في حياتك هتقدر تسمعك، تقدر تشارك معاك الحاجات اللي انت بتحبها في يومك، او حتى ان هي تفهمك او تفهم انت بتقول ايه او محتاج توصل لايه. خلي دايما دايرة صحابك صغيرة، ممكن يبقى شخص اتنين تلاتة بالكتير قوي، ولكن ما يبقوش مثلا في حياتك ناس 10 20 30 شخص في حياتك. فالتلاتين شخص اللي في حياتك دول مش قادرين يفهموك، او انت حتى مش لاقي واحد فيهم يفهمك او يشارك معاك حياتك اليومية. حوط نفسك دايما بالناس اللي هتديك طاقة ايجابية والناس اللي بس بتفهمك. وهرجع واقول عد صحابك في الاوقات الصعبة، ولكن ما تعدهمش ابدا في وقت الفرح. الوحدة حلوة برضو في انك لو عديت بوقت صعب ومفيش حد في حياتك، وان الناس اللي في حياتك خلاص قررت تبعد عنك، حلوة في انك هتعتمد على نفسك. هتشوف انك انت لوحدك اللي هتقدر تعدي المشكلة دي، فهتعتمد على نفسك في انك خلاص انا هعتمد على نفسي وهعدي المشكلة دي لوحدي، وانت بس توكل على ربنا وهتعدي ان شاء الله. وهرجع واقول ان قليل صادق افضل من كثير كاذب. انا كنور كنت بستغرب جدا ان الشخص ده ممكن يخرج لوحده، ياكل لوحده، او حتى يمارس حاجة بيحبها لوحده. ولكن نور لما جربت الحاجة دي شافت انه ليه لا، ليه ما عملتش حاجة انا بحبها لوحدي او حتى حواليا ناس. ولكن انك بتعمل حاجة لوحدك وانت اللي مختار ده افضل كتير من الناس اللي في حياتك، او طبيعة الحال اللي انت فيها هي اللي فرضت عليك انك تكون لوحدك. مهم جدا تعرفوا ان الوحدة مش اوحش حاجة في الدنيا، ولكن هي بتبقى افضل كتير جدا من انك تبقى وسط ناس وعارف ان الناس دي مش فاهماك. بالعكس، انت هتتعب في حياتك انك دايما هتخرج مع الناس دي، رايح الدروس جاي معاهم من الدروس، ايا كان بقى انتوا بتمارسوا حياتكوا ازاي، او بتروحوا مع بعض فين، او بتيجوا مع بعض منين. فانت دايما هتبقى حاسس ان العلاقة دي علاقة مش مريحة نهائيا، وانك حتى لو حبيت تحكي لحد حاجة فانت عارف ومتأكد ان الشخص ده مش هيفهمك، او ان الشخص ده مش هيديك حتى معلومة تصبرك على اللي انت فيه، او حتى تهديك شوية. فانت هتضطر من بعد ما تمشي مع الناس دي هترجع تقعد في اوضتك وتفضل تعيط وتقول انا ليه ما عنديش صاحب كويس. فاختاروا صح يا جماعة. مش مجرد اني لقيت شخص شبهي في حاجة معينة او فهمني في حاجة معينة يبقى ده صاحبك. مش كل الحاجات اللي انت بتحب تعملها الشخص ده هيكون بيحب يعملها معاك، او حتى قادر يشاركك في الحاجة دي. انك تبقى شخص اجتماعي وبتحب تكون ناس كتير في مجالات مختلفة، غير انك تبقى في حياتك ناس كتير جدا وفاكر ان الناس دي صحابك، او فاكر ان الناس دي هتعرف تتعامل معها. الاتنين في بينهم اختلاف كبير جدا. ان انت كشخص اجتماعي بتحب تكون صداقات كتير، غير ان في ناس، الناس اللي في حياتك او الناس اللي انت اتعرفت عليها او الناس اللي انت كونت بينك وبينهم صداقات دول صحابك، فيبقى انت غلط. في عز وحدتك ما تقولش انا وحيد، لان انت معاك ربنا، وربنا
احسن من اي حد في الدنيا، وانك كمان ما تقولش انا ما عنديش صحاب وانا لوحدي، طب انا هحكي لمين؟ احكي لربنا، ربنا سمعك في اي وقت، زي ما ربنا شايفنا وسمعنا في اي حاجة احنا بنعملها حتى لو معانا صحاب. ربنا كمان ساعات بيدينا الابتلاء ده، او ابتلاء ان احنا ناس وحيدة في حياتنا وما عندناش حتى ناس تفهمنا، يمكن ربنا ليه حكمة في كده، ان ربنا محتاجك تدعي له، او ربنا محتاجك تقرب منه، يمكن انت بعيد عن ربنا، فقرب من ربنا واحكي لربنا تفاصيل يومك زي ما بنحكي لاصحابنا، ولكن لما تحكي لربنا هيبقى افضل كتير جدا من انك تحكي للبشر اللي في حياتك، لان بمعنى اصح ان ربنا هو اللي خلقك، فربنا هو اللي هيعرف كويس يطلعك من الابتلاء اللي انت فيه ده، او ان ربنا خرج الناس دي من حياتك عشان عارف ومتاكد ان الناس دي ما كانتش خير ليك، او ان الناس دي كانت هتعود عليك بحاجة سلبية بعد كده، او كانوا مثلا هيتسببوا ليك في ضرر بعد كده. وافتكروا دايما ان الاماكن او الحاجات اللي بتحبوا تعملوها لوحدكم فهي دي انتوا. وبس كده يكون فيديو النهاردة خلص، ويا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم وسبسكرايب للقناة، ودمتم بخير.